بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت. آمين. قال الإمام عبد القادر رحمه الله: يا غلام، أراك قليل المعرفة بالله عز وجل وبرسوله، قليل المعرفة بأولياء الله عز وجل وأبدال أنبيائه وخلفائه في خلقه. أنت خالي من معنى، أنت قفص بلا طائر، بيت فارغ خراب، شجرة قد يبست وتناثر ورقها، عمارة قلب العبد بالإسلام ثم بالتحقيق في حقيقته وهو الاستسلام. سلم كلك إلى الحق عز وجل يسلم لك نفسك وغيرك. كل من تجرد عما سوى الحق عز وجل ووقف بين يديه على أقدام قلبه وسره فقد قال بلسان الحال كما قال موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. عزلت دنياي وآخرتي وجميع الخلق، قطعت الأسباب، خلعت الأرباب، وجئت إليك مستعجلا لترضى عني وتغفر لي وقوفي معهم من قبل. يا غلام، ما لك ولهذا؟ أنت عبد نفسك ودنياك وهواك، أنت عبد الخلق مشرك بهم لأنك تراهم في الضر والنفع. أين أنت من عباد الله عز وجل الذين تحققت لهم العبودية والرضا بأفعاله؟ يا معرضين عنه، يا معرضين عن ربهم عز وجل، يا مستوحشين منه، تقدموا إلي حتى أصلح بينكم وبينه، أسأله فيكم آخذ لكم الأمن منه. تضرعوا بين يديه حتى يهب لكم حقوقه التي له عليكم. اللهم ردنا إليك وأوقفنا على بابك، اجعلنا لك وفيك ومعك، أرضنا بخدمتك، اجعل أخذنا وعطاءنا لك، طهر بواطننا عن غيرك، لا ترنا حيث نهيتنا، لا تفقدنا حيث أمرتنا، لا تجعل ظواهرنا في معاصيك وبواطننا في الشرك بك، خذنا من نفوسنا إليك، اجعل كلنا لك، أغنياء بك عن غيرك، نبهنا من الغفلة عنك، أردنا بطاعتك ومناجاتك، لذذ قلوبنا وأسرارنا بقربك. وقلت: تمزقت أمة المختار في عصر، تداعت الأمم الأقوى على النفل، في فتنة غص باديها بحاضرها، والكل يربض في ركن على وجلي، قوموا فشمس الهدى قد حان مشرقها، ووحدوا الصف وابنوا في خطى الأولي.